رأيك؟ أنا بقالي 25 سنة عجبة أنا ذات سنف. أنا ما أقدرش أقول أنا مش محرم. طب أنا محرشمة. وبعدين الحجاب يا جماعة دي معلش إحنا عندنا مشكلة في المخ وفي الرؤية وفي الوعي وفي الثقافة. الثقافة إيه؟ الدينية. ليه؟ إحنا عندنا مشكلة في إن إحنا عندنا إن غطاء الرأس هو ده الدين. اللي معرية شعرها دي تبقى ولا مش متدينة، تبقى بايظة. أنا عن نفسي جيت في فترة من الفترات بعد بتكلم مع الستات بعمل ندوات، بعد أكلمهم عن حب الله وطاعة الله وكمان يعني قول طاعة الله دي بيننا وبين ربنا، لكن إزاي إن إحنا نتعامل مع البشر، إزاي إحنا نتعامل مع بعض، إزاي إحنا نبقى بنحب بعض كبني آدمين كبشر، إزاي إحنا نرحم بعض، ازاي احنا نقف جنب بعض، ازاي ان احنا في الازمات نبقى يد واحده. يعني ده اللي انا كنت بتكلم فيه مع الناس، لكن عمري ما قلت لحد امي يا حبيبتي حطي حاجه على جنب. مره عوره المراه جسمها، وان احنا ما نختصرش الدين في الحجاب، لا مش في الحجاب، في غطاء الرأس. اصل الحجاب ده شامل حاجات كتير. الحجاب مش بس دي.